السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف السادس الثانوي لغات، النهاردة إن شاء الله هناخد الامتحان النموذج الثاني في النماذج الاسترشادية بتاعة الوزارة، الجبرا وسوليد جيومتري. السؤال الأول بيقول The number of ways of distributing 8 different awards equally among 4 students equal. طيب انا دلوقتي معايا 8 جوائز، عايز اوزعهم ايكوالي. طبعا هنا هراعي الكومباينيشن، يعني مش هيبقى في رينج ميس معايا، يبقى في راندم، يبقى هقول كومباينيشن. وسينس ان هو بيعملهم باي ايكوال يبقى انا هقول كومباينيشن. لما اوزع الايت هاخد منها 2، هيتفضل 6 يبقى 6 كومباينيشن 2، هيتفضل 2 يبقى 4 كومباينيشن 2، هيتفضل 2 يبقى 2 كومباينيشن 2 تايمز باي يوزنج كالكوليتر، هتطلع معانا 2520. يبقى الانسر بتاعنا بي. هناخد السؤال نمبر 2، بيقول اكس بلس واي بيرميتيشن 2 ايكوال تو 110، وبيقول ان y minus 3 combination 3 equal 35. طيب هنبدأ باللي فيها variable واحد، يبقى انا عندي y minus 3، يبقى هنا y minus 3 combination 3 equal 35. طيب y minus 3 combination 3 يعني الR given، يعني هفك y minus 3 ثلاث مرات، يبقى y minus 3 وكمان y minus 2 وكمان y minus 1 equal factorial 3 يعني 6، هتروح الجنب التاني هناك يبقى 6 في 35، يبقى انا ممكن اكتبها 7 times 6 times 5. بدل ما افك واعلي الباور بالواي تبقى y power 3، يبقى انا هخلي هنا 3 brackets consecutive في 3 number consecutive، يبقى ده معناه ان الواي minus 3 equal 7، يعني ال y equal كام؟ 10. يبقى أنا كده معايا قيمة ال y. هروح في التاني أكتب إن x plus y permutation 2 equal 210. هنا بقى إحنا نقدر نعمل حاجة بسيطة، إيه هي؟ أنا عارف إن 210 هي 15 times 14، يبقى أنا ممكن أعملها 15 permutation كام؟ permutation 2، يبقى 2 يبقى x plus y equal 15. هنحط مكان ال y 10، يبقى ال x equal كام؟ 5. يبقى انا معايا ال x ب 5، معايا ال y ب 10، يبقى انا هجيب الفاكتوريال اللي هو قايلها طالبها مني 2x minus y، يبقى 2 times 5 يبقى 10 minus 10 equal factorial 0. factorial 0 احنا عارفين ان هي بكام؟ ب 1. يبقى الإجابة نمبر دي. ناخد السؤال نمبر 3. سؤال نمبر 3 مديني سفير الإيكويجن بتاعتها given in general 4 x square plus y square plus z square minus 4x minus 6y minus 8z plus 4 equal 0. طيب هنقول طبعا نفكر بعض ان احنا كنا بنجيب السنتر ازاي يا فندم؟ نيجاتيف هاف في الكوفيشنت بتاعت الاكس، ونيجاتيف هاف في الكوفيشنت بتاعت الواي، ونيجاتيف هاف في الكوفيشنت بتاعت الزد. يبقى اوتوماتيك هناخد النيجاتيف 4 نضربها في نيجاتيف، يبقى هنا ب 2، او نقولها بالراحه نيجاتيف 4 ديفايدد باي 2 يبقى نيجاتيف 2، اشيل الماينس يبقى 2. نيجاتيف 6 اوفر 2 تبقى نيجاتيف 3، شيل النيجاتيف تبقى 3. بعد كده عندنا النسبة للنيجاتيف 8 اوفر 2 يبقى نيجاتيف 4، شيل النيجاتيف يبقى 4. اتعلمنا قبل كده ان احنا لما نكتب ال 2 وال 3 وال 4 كسنتر اوف سفير، اقول الاولاني ال والتاني كي والتالت ان. ليه يا فندم؟ عشان لما اجيب الار هقول سكوير روت ال ال باور 2 الكي باور 2 الان باور 2 ماينس الدي. الدي عندي اللي هو الرقم اللي هو لوحده ده ب 4، يبقى ال r equal square root يبقى 4 عشان 2 باور 2 و 9 عشان 3 باور 2 و 16 عشان 4 باور 2 minus 4،
يبقى ال r equal كام؟ هشيل 4 مع 4 25 تحت روت يبقى ب5، يبقى أنا عندي 5 وعندي 2 3 4 يبقى 2 3 4 و5، يبقى الأنسر بتاعي كام؟ دي. هناخد السؤال الرابع، بيقول لي question 4 answer only one of the following two questions. احنا عارفين هنا ان عندي هنا بالنسبة للعدد ده هو عدد complex مش معدول في divided. هنا الطالب ممكن يعمل حاجتين، الحاجة الأولانية طبعا انا هحل الـ a دلوقتي، هقول الـ z equal negative 8 over 1 plus root 3i. حضرتك المفروض بتعمل times 1 minus root 3i، 1 minus root 3i، يبقى z equal المفروض بنعمل distribution ونفك ونطلع، يبقى هيطلع negative 2 plus 2 root 3i. هنا ممكن الطالب يجيبها بالكالكوليتور على طول، يدوس shift plus هيزره كلمة pool POL، هياخد عنده ال x وال y، ال x اللي هي negative 2 وال y اللي هي 2 root 3، هيكتبهم في صيغة order pair، هيكتب negative 2 مش هيعرف مكان الكومة، هيضطر يدوس shift x، shift x اللي هو البراكت اللي بيقفل على السرعة. بعد كده لما تدوس equal هتلاقي حاجة كويسة جدا، ايه يا فندم؟ هتلاقي ال r equal هتطلع معاك على طول، والسيت هيطلع ال r ب4، والسيتا بتاعتك هتبقى ب negative 6. لكن احنا هنشتغلها عادي جدا، هنقول ان ال x equal negative 2 وال y equal 2 root 3، يبقى انا هقول r equal square root باور 2 يبقى 4 باور 2 يبقى 12، يبقى equal square root لل 16 تطلع بكام؟ تطلع ب 4. عايز اجيب الانجل، يبقى tan ثيتا equal y over x من غير ال plus وال minus، يبقى 2 root 3 على 2 without ال plus وال minus، يبقى تدي كام؟ روت 3. يبقى ايه الانجل اللي ستان بتاعتها بروت 3؟ يبقى سيتا ايكوال كام؟ 60. لكن احنا عارفين ان ال 6 دي في انهي كوادرانت؟ الاكس بالنيجاتيف، الاكس بايه؟ بالنيجاتيف، والواي بالبوزيتيف، والواي بايه؟ بالبوزيتيف. يبقى في الواي بالبوزيتيف يبقى 4، يبقى احنا عارفين كده ان هي هتبقى 180 ماينس سيتا، 180 ماينس ايه؟ ماينس سيتا. طيب احنا عندنا دلوقتي 180 ماينس سيتا، يبقى هنا سيتا ايكوال هتبقى 180 ماينس سيتا يعني 120، عايزينها راد لو سمحت، يبقى تايمز باي اوفر 180، هشيل الزيرو مع الزيرو، باي 6 تدي 2، باي 6 تدي 3 باي، يبقى 2 باي 2 باي اوفر 3. يبقى العدد زد بعد ما كتبناه يبقى 4، يبقى كوزين 2 باي اوفر 3 بلس اي ساين 2 باي اوفر 3. وبالمرة ممكن نكتبه في صيغة اكسبوننشال، يبقى 4 في اي تو ذا باور 2 باي اوفر 3 اي. عايزين كمان نكمل ان هو طالب مني 2 سكوير روت سين اكسبوننشال 4، يبقى انا هجيب الروت زد، روت على الفور ملهاش دعوة بالانجل، يبقى 2 هيبقى كوزين بلس اي ساين هتبقى ايكوال سكوير روت يعني 2، سكوير روت يعني 2. هنا عندي 2 باي اوفر 3 بلس 2 كي باي، وبالنسبة للتانية 2 باي اوفر 3 بلس 2 كي باي. عشان اجيب ال 2 سكوير روت هحط مرة الكي بزيرو واحط مرة الكي بوان، يبقى زد الأولانية هتبقى 2، هنحط بزيرو يبقى راح، يبقى 2 باي اوفر 6 يبقى باي اوفر 3، يبقى كوزين باي اوفر 3 بلس اي ساين باي اوفر كام؟ باي اوفر 3. طيب وهنكتبها في صورة اكسبوننشال، يبقى 2 في اي تو ذا باور سيتا اللي هي باي اوفر 3 اي. بالنسبة للعدد التاني لما احط الكي ب1، هنحط الكي ب1 يبقى دي 2، يبقى 6 over 3 يبقى 8 over 6، يبقى 2 هنطلع دي شوية،
يبقى كوزين لما أقول 8 over 6 على 2 تدي 3 على 2 تدي 4 يبقى 4 باي over 3 plus i sin 4 باي over كام؟ هنكتبه في صورة exponential يبقى 2 في e to the power 4 هنا تبقى 4 يبقى هنا 4 باي over 3 i. طيب هنا عندي جبنا السكوير روت في صورة اكسبوننشال، هيتبقى عندي السؤال التاني اللي هو بيقول لي هنا في السؤال ده proof that أن الكوزين باور 3 سيتا equal 1 over 4 كوزين 3 سيتا بلس 3 كوزين سيتا. طيب عايزين نقول حاجة بسيطة بس قبل ما نحل المسألة دي، ايه هي؟ ان الاكسبوننشال الكومبلكس نمبرز قدرت تبقى هي احسن ابلكيشنز للتريج عشان يجيب الانجلز ما بعد سيتا ودبل انجل. يعني احنا عندنا كان اخر حاجه ساين 2 سيتا اللي هي 2 ساين كوزاين، او كوزاين 2 سيتا اللي هي 3 رولز كوزاين باور 2 سيتا ماينس ساين باور 2 سيتا، او 2 كوزاين سكوير سيتا ماينس 1 او 1 ماينس 2 ساين سكوير سيتا. انما احنا لحد دلوقتي ما كناش نعرف نقدر نجيب ساين 3 سيتا ازاي، او ساين 5 سيتا، او ساين 7 سيتا، او الى ان جاءت الكومبلكس نمبرز بالرول اللي احنا عارفينه ده اللي هو بيقول يا فندم حضرتك طالب بال 3 يبقى احنا نقول كوزاين سيتا بلس اي ساين ثيتا اول تو ذا باور 3. لو فكنا دي تدي كام؟ تدي كوزاين 3 سيتا بلس اي ساين 3 سيتا. اعتقد ظهر قدامنا دلوقتي ان احنا هنفك الترم ده بالباينوميال عشان هو باور 3 هيدي كام ترم؟ 4 ان بلس 1، وهساوي ريال بريال وهساوي ايماجينري بايماجينري. هفك ادي الباور للاولاني يبقى كوزاين اول تو ذا باور سيتا بلس يلا 3 كومباينيشن 1 الاول بي ال يبقى كوزاين سيتا اول باور 2، التاني بيزيد يعني اي ساين سيتا اول تو ذا باور 1 بلس 3 كومباينيشن 2 الاولاني بيقل يبقى كوزاين سيتا باور 1 والتاني بيزيد يبقى اي ساين سيتا اول باور 2. خلاص هنا 1 خلاص 1 يبقى اي ساين سيتا اول باور 3 ايكوال كوزاين اللي هو رايت هاند سايد 3 سيتا بلس اي ساين 3 سيتا. هساوي الريال بالريال والإيماجنري بالإيماجنري يبقى أنا هقول ريال إيكوال ريال يبقى ذن هاخد من الريال هنا كوزاين 3 سيتا إيكوال هنا طبعا ده ريال أهو يبقى كوزاين كيوب سيتا ده هيتفضل الآي يبقى إيماجنري دي هتروح يبقى بلس 3 كومباينيشن 2 هي 3 كومباينيشن 1 هي 3 ودي كوزاين سيتا اي باور 2 يبقى دي هتبقى نيجاتيف وهنا ساين سكويرد سيتا. هنيجي هنا الرولز اللي هو طالب البروف بتاعه كوزاين كله كوزاينات يبقى الساين باور 2 دي هعمل فيها ايه؟ هخلص منها يبقى انا هقول كوزاين 3 سيتا ايكوال كوزاين باور 2 سيتا ماينس 3 كوزاين سيتا هفك الساين باور 2 1 ماينس كوزاين باور 2 سيتا هعمل ديستريبيوتنج يبقى الكوزاين 3 سيتا ايكوال كوزاين باور 2 سيتا ماينس يبقى هنا ماينس 3 كوزاين سيتا وماينس 3 في ماينس 1 يبقى بلس 3 كوزاين كيوب سيتا. هلاحظ ان دي 3 كوزاين باور 3 ودي 1 يبقى كده 4 كوزاين كيوب سيتا ماينس 3 كوزاين سيتا وهنا كوزاين 3 سيتا. هجيب دي هنا وأودي دي هناك يبقى أنا هيظهر عندي أن 4 كوزاين باور 2 سيتا دي هتيجي هنا ودي تيجي هنا يبقى أنا عندي دلوقتي كوزاين باور 2 سيتا هتبقى كوزاين 3 سيتا بلس 3 كوزاين سيتا. انا مش عايز الكوفيشنت اللي موجود عندي هنا يبقى كوزاين كيوب سيتا ايكوال تبقى 1 اوفر 4
كوزين 3 سيتا بلس 3 كوزين سيتا، وهو ده الراجل البروف اللي طلبه مني. لو كان عايز مني كوزين باور 3 سيتا ايكوال، ده رول طبعا هنستخدمه ان شاء الله في المراحل اللي بعد كده. ده كان البي بتاعت السؤال نمبر 4. السؤال نمبر 5، حضرتك عارف كويس جدا ان في مسائل الباينوميال اللي احنا بنعوز ان احنا نفك فيها الاكسبانشن، ليه انا هنا مضطر اشتغل وافك، مش هشتغل بالجنرال تيرم، لان انا عندي الرايت هاند سايد كلها مفكوكه قدام. يبقى انا هفك ال1 بلس اكس، يبقى 1 بلس ان كومباينيشن 1 اكس بلس ان كومباينيشن 2 اكس سكوير ان كومباينيشن 3 اكس باور 3 وهكذا ايكوال 1 بلس a1x بلس a2x سكويرد بلس a3x باور 3 وهكذا. انا لاحظت كده ان ال a1 ممكن اشيلها واحط n كومباينيشن 1، اشيل ال a2 واحط n كومباينيشن 2 وكذلك. طيب هقول له since a2 بلس a3 على a2 equal 3، انا اقدر اوزع اللي فوق على اللي تحت. يلا a2 على a2 يبقى 1، والعكس غلط طبعا يا شباب. يبقى a1 بلس هنا a3 على a2 equal 3، يبقى ده معناه ان a3 على a2 equal 2. طب انا هشيل a3 واكتب n combination 3 وتحت n combination 2 equal 2. طب ده القانون بتاع الريشيو، قانون سريع نستخدمه. يبقى n minus 3 plus 1 over 3 equal 2، يعني n minus 2 equal 2 times 3 ب 6. يبقى ال n بكام؟ يبقى ال n ب 8. يبقى الانسر بتاعنا C. ننتقل للسؤال نمبر 6. بيقول لي في السؤال نمبر 6 عندنا ال A vector negative 2 و 4 و 6، وعندنا ال B vector 0 و K و 3. طالب مني هنا بيقول لي انا عايز لما يكون ال K belong لل Z positive، ال A B كنورم equal 7، يبقى ال K بكام؟ حاضر، هبدأ الأول بال A B vector equal B minus A، يبقى ال A B vector equal، طبعا ال B minus A، يعني عندي ال B minus A، ال B ب 0 و K و 3 minus ال A negative 2 و 4 و 6. يبقى ال A B vector هتبقى عندي كده 2 و k minus 4 و negative 3. طبعا احنا هنجيب النورم هنا، يعني square root للكلام ده، وانا عندي النورم ب 7، عندي النورم ب 7، يبقى هنا 7 equal square root 4 plus k minus 4 all square plus 9. هسكور، يبقى هنا هيبقى عندي 49 equal 13 plus k minus 4 all squared. يبقى أنا دلوقتي هجيب دي هنا، يبقى 36 equal k minus 4 all squared اللي هي 6 all to the power 2. يبقى كده ال k minus 4 المفروض تبقى plus or minus كام؟ 6. يبقى يا إما ال k minus 4 equal 6، يبقى ال k بكام؟ ب10. يا إما ال k ال k minus 4 equal negative 6، يبقى ال k بكام؟ بنيجاتيف 2. ودي إيه بقى؟ دي ريجكت، لأن هو قايل belong لل z positive. ناخد السؤال نمبر 7. السؤال نمبر 7 دلوقتي بيقول A vector، مدهوني ال A vector equal to و 1 و negative 2. بيقول لي هنا ال A، هقول طبعا since ان في given بيقول ان ال A plus ال B equal ال A cross ال B. في الحالة دي طبعا العلاقة دي معروفة، ان ال A
مالها؟ additive inverse للبي على طول. يبقى انا على طول هقول له كده من غير ما افكر ان البي هتبقى مباشرة هي عندي 2 وعندي 1 وعندي negative 2، يبقى في الحالة دي اغير الساين، يبقى negative 2 ونيجاتيف 1 و2، يبقى الاختيار سي. في طالب تاني ممكن يعمل هنا ايه في المسألة دي؟ ممكن طالب تاني يقول انا عندي الـ A 2 و 1 ونيجاتيف 2، يكون ناسي الرول ده. يعمل ايه بقى الطالب ده؟ يقوم جاي انا حلت من عندي ان الـ B equal L و M و N او X و Y و Z، ويعملها equation ويساوي الـ I بالـ I والـ J بالـ J والـ K بالـ K، هيطلع نفس الانسر اللي معانا نيجاتيف 2 ونيجاتيف 1 و2، اللي هي additive inverse ل 2 و1 و-2. السؤال نمبر 8، السؤال نمبر 8 بيقول لنا هنا هناخد ال A بتاعته. بيقول ايه؟ A عندي A و B vector belong لل R cube، prove that ان الكروس في النورم بلس الدوت ايكوال الكلام ده. طيب احنا عارفين كويس جدا يا جماعة ان سنس ان الفكة بتاعت الاي دوت بي هي نورم الاي في نورم البي في كوزاين الانجل اللي بينهم، ونورم الكروس هي عبارة عن نورم الاي في نورم البي في ساين الانجل اللي بينهم، ساين وكوزاين، يبقى برضو لازم يتخللها شوية تريج كده. يبقى انا هقول له ليفت هاند سايد ايكوال اي كروس بي اول سكويرد بلس اي دوت بي اول سكوير. الكروس برودكت هيبقى نورمال اي سكويرد نورمال بي سكويرد في كوزاين الانجل اللي بينهم سكويرد بلس، ناخد التانية يبقى انا هقول نورمال اي سكويرد نورمال بي سكويرد بس في ساين الانجل اللي بينهم. طيب في الحالة دي حضرتك هتلاقي فيه كومن فاكتور موجود عندك اللي هو نورمال A ونورمال B، بس عندك في الجنب التاني كوزين سكوير سيتا بلس ساين، وانت عارف ان ده ايكوال كام؟ 1. يبقى then left hand side equal نورمال A باور 2 في نورمال B باور 2، وده right hand side. هنيجي للبي في السؤال ده. البي بيقول لحضرتك انا عندي الفيكتور A، هننقل السؤال هنا 2 كوزين سيتا ولوج اكس للبيس 2 وساين سيتا، وهنا عندي البي كوزين سيتا لوج 27 للبيز 3 و 2 ساين سيتا. هو بيقول لحضرتك ان ال A دوت ال B equal 11، عايز ال عايز ال value بتاعت ال X. طيب هنا في السؤال ده بيقول لحضراتكم احنا هنا هنعمل دوت عادي، اول في الاول والتاني في التاني والتالت في التالت، هنعمل على طول هنا يبقى 2 2 كوزين في كوزين، يبقى 2 كوزين سكويرد سيتا بلس هنا عندي في التانية يبقى log x للبيس 2 times log 27 للبيز 3 plus 2 sin squared theta equal 11. طبعا احنا عارفين ان دي plus دي تدي كام؟ 2، يبقى 11 minus 2 عشان دي هاخد common factor، يبقى sin squared plus cosine squared equal 1. طيب هنيجي هنا، هنا بقى الشغل في اللوج. قوانين تانية سنة وتبقى موجودة معانا في سينيور 2 كنا بنقول فيها ان انا اقدر افك log x للبيس 2 هي log x بيس 10 log 2 بيس 10، يعني انا هقدر هنا اقول log x وهنا هقول log 2 times، هقدر اقول هنا log 27 يعني 3 للتلاتة لان دي تطلع فوق في البار، يبقى 27 رجعتها بره. عملت كده ليه؟ عملت كده ليه؟ عشان هشوف هنا دي هتروح مع دي. طيب يبقى احنا عندنا هنا log 3 للبيز 3 equal 1، يبقى هنا equal 1، طبعا ال 9 ه divided by 3، يبقى ده log x وهنا log كام؟ 2.
نجمعها في واحدة عشان أقول التو تو باور كام، يبقى لوج إكس هنا لوج لوج إكس للبيس 2 إيكوال 3. يبقى هنا هقول في المسألة دي إن إحنا الإكس إيكوال الإكس إيكوال 2 تو ذا باور كام؟ 3. يبقى الإكس إيكوال كام؟ يبقى الإكس إيكوال 8. هو كان طالب في السؤال نمبر 8، أيوه طالب قيمة الفاليو بتاعت الإكس إيكوال كام. طيب حضرتك دلوقتي طلعنا الفاليو بتاعت الإكس إيكوال 8، وهو حتى مثبت لي الأنجل ما بين الاتنين. طيب سؤال نمبر 9 بيقول هنا يا جماعة the conjugate of the number 1 plus omega. طيب 1 plus omega ال conjugate بكام؟ احنا عارفين كويس جدا ان الكيوبيك روت اوف يونيتي بتقول ان 1 واوميجا اوميجا سكوير هي الكيوبيك روت اوف 1. ليهم اربع معلومات مهمين جدا، ان السام بزيرو والتايمز ب1، وان لو انا ساكورت الاولاني هيجيب التاني، ولو ساكورت العكس هيدي الاولاني. يعني لو ساكورت نيجاتيف 1 بلس روت 3 اي على 2 تدي نيجاتيف 1 ماينس 3 اي على 2 والعكس. طيب ده معناه ان الاوميجا والاوميجا سكوير مالهم؟ كونجيجيت لبعض. يبقى انا هقول 1 بلس اوميجا الكونجيجيت بتاعها 1 بلس اوميجا سكوير، نعملش بقى زي الايات ونحط ماينس، يبقى 1 بلس اوميجا سكوير. يبقى الانسر بتاعي نمبر سي. هننتقل بعد كده للسؤال نمبر 10. 10 بيقول لي if 1 over c و 2 over c ونيجاتيف 2 over c are the directions the cosine of the straight line in space then ايه بقى؟ c بكام؟ طيب السي احنا ممكن نستخدم الرول مباشرة، يلا بينا. احنا عندنا الرول بيقول كوزين سكوير ثيتا مع الاكس بلس كوزين سكوير ثيتا مع الواي بلس كوزين سكوير ثيتا مع الزد ايكوال 1. هساكل الاولاني يبقى 1 over c سكوير بلس 4 over c squared بلس 4 over c squared equal 1، يعني 9 over c squared equal 1. يبقى then c squared equal 9، يبقى c equal plus or minus 3. يبقى الانسر بتاعنا c. question number 11، عندي two straight lines بيقول ان هما perpendicular، طالب مني 3k plus 2m. طب في معلومة مهمة جدا جدا هنا، ايه هي؟ ان احنا بنقول لما يديني الستريت لاين ان كارتيزيان 4 اتاكد من ثلاث حاجات، ايه هما؟ اتاكد ان الاكس جاي وراها الواي جاي وراها الزد، اتاكد ان كوفيشنت الاكس وكوفيشنت الواي وكوفيشنت الزد ايكوال 1، اتاكد ان مفيش دايركشن لاي جزء من دول بزيرو اللي هي الكاما. طب انا وراي اكس وواي وزد ونات ومظبوطه نفس القصه، لا كده جاهز ان انا اقول الدي 1 للاولاني خدها على طول الدينومينيتورز، لان انا مطمن ان كله مظبوط نيجاتيف 1 و 3 و 2. طبعا لو عايز البوينت بعكس الساين بتاعت اللي فوق، الدي 2 ايكوال 2 وكي وام. هو قايل هنا بيربنديكولار ولا بارالل؟ لو كان بارالل كنت عملت ديفايدد، بس هو قال بيربنديكولار يحامل دوت. يبقى نيجاتيف 2 بلس 3k بلس 2m ايكوال ايه؟ 0. يبقى ده معناه ان 3k بلس 2m ايكوال كام؟ 2. وده الانسر اللي هو طالبه، يبقى الانسر بتاعنا نمبر b. طيب هننتقل الى السؤال نمبر 12. الكويستشن نمبر 12 بيقول لي ايه؟ بيقول لي في الاكسبانشن اللي قدامي ده x squared minus 1 over x squared x minus 1 over x squared all power 9 find the value of كذا. طب احنا متعودين لما يديني expansion بجيب الجنرال ترم مباشرة، يبقى tr plus 1 equal 9 combination r في السكند بالساين بتاعته power r في x to the power 9 minus r اللي هي n minus r. هحاول افك كل واحده لوحدها، الكوفيشنت لوحدها والاكسات لوحدها، يبقى ايكوال 9 كومباينيشن ار في نيجاتيف 1 باور ار في اكس تو ذا باور نيجاتيف 2 ار في اكس تو ذا باور 9 ماينس ار.
يبقى 9 combination r في negative 1 all to the power r في x to the power 9 minus 3r. أبروز ده عشان ده لو في أي طلب في المسألة هجيبه منها، سواء للفري سواء للإكس سواء لأي ترم هو عايزه سواء للميدل ترم، أيا كان اللي طالبه منه هجيبه من هنا. أنا جبت الجنرال ترم، عايز الفاليو بتاعت الترم الفري أوف إكس، يبقى المحسوبة والمطلوبة. المطلوبة إكس باور 0 والمحسوبة إكس باور 9 ماينس 3R، يبقى أنا عندي الـ R بكام؟ 3. يبقى الـ T4 هو الـ إيه؟ ترم الفري أوف إكس. وعايز الفاليو بتاعت الاكس لما تبقى الـ 2 ميدل تيرم الصم بتاعهم ايكوال 0. هنا الصم بتاعهم هنا في غالبيه المسائل بيقول ان هما الاثنين ايكوال بعض، لكن هنا قال الصم ب 0. طب احنا محتاجين الاول نجيب الـ 2 ميدل تيرم. نقول الـ 2 ميدل تيرم بيجو تي، هنا عندي الباور اود، يبقى انا هعمل بلس 1 ماين بلس 1 اوفر 2 1 نيكست، يبقى 10 over 5 يبقى T5 و T6. هو بيقول ان T5 plus T6 equal كام بقى يا فندم؟ equal 0. ده معناه ان T6 equal negative T5، يعني T6 over T5 equal 1 بالنيجاتيف. استغل القانون بتاع الريشيو اللي كان يفرق عن الكومباينيشن في الريشيو في حاجتين، ان في الريشيو بتاعت الكومباينيشن كنت بقول ان ماينس ار الكبيره بلس 1 على ار، هنا حول الصغيره. وفي حاجه تانية هنا في قانون الريشيو ان انا بستخدم السكند تيرم اوفر الفيرست تيرم. هنيجي نقول هنا ان اللي هي كام؟ 9 ماينس ار الصغيره 5 بلس 1 اوفر 5. في السكند تيرم من الاكسبانشن يبقى نيجاتيف 1 اوفر اكس سكوير، وهنا في اكس ايكوال نيجاتيف 1. دي راحت مع دي عشان 9 ماينس 5 ايكوال 4 و 1 5 على 5، وهشيل النيجاتيف مع النيجاتيف، والاكس سكوير تنزل تحت يبقى 1 اوفر اكس كيوب ايكوال 1، يبقى then اكس ايكوال 1. وده الانسر اللي هو بتاع السؤال 12. هناخد الكويستشن نمبر 13، بيقول لي زد 1 ايكوال وزد 2 ايكوال، يبقى الصم بتاع الانجل. صم الانجلز هنا الامبليتيود عمره ما هيجي الا لو عملنا تايمز، يبقى انا هقول زد 1 زد 2 ايكوال، الارات ملهاش دعوه، يبقى كوزين سيتا 1 بلس سيتا 2 بلس اي ساين سيتا 1 بلس سيتا 2. ار 1 ار 2 هو قال لي لو سمحت شيل السيتا 1 بلس سيتا 2 حط باي، يبقى كوزاين باي بلس اي ساين باي. لكن احنا عندنا اربع ارقام محفوظين، 1 نيجاتيف 1 اي نيجاتيف اي. ال1 يعني كوزاين 0 بلس اي ساين 0، الاي كوزاين باي على 2 بلس اي ساين باي على 2، النيجاتيف 1 كوزاين باي بلس اي ساين باي، النيجاتيف اي كوزين 3 باي على 2 بلس اي ساين 3 باي على 2. يبقى الباي دي بكام؟ الباي نيجاتيف 1، يبقى انا هشيل دي كلها واحط نيجاتيف 1، يبقى الانسر بتاعتي نيجاتيف ار 1 ار 2، يبقى اجابتي بي. طيب هناخد السؤال نمبر 14، بيقول لي في السؤال نمبر 14 التو بلينز اللي قدامي دول parallel to each other. طيب النورمال الاولاني هجيبه على طول، coefficient اللي قدام الاكس، يبقى هنا عندي 2 وراها الواي وراها الزد بكي. هجيب النورمال التاني بتاع البلين التاني، كان 1 وكان L وكان 4. هو قال ان هما parallel to each other، يبقى هنعمل ايه؟ هو قال ان هما parallel، قدامي حاجتين، يعمل الديفايدد بس هو عايز ال KL على طول، يبقى انا هضطر اقول ال N1 cross N2 وهدخلهم جوه الديترمنت واساويهم بكام؟ بزيرو. يبقى IJK 2 نيجاتيف 1K 1 و L و 4. هفك بالI، هفك بالاي، اشيل الرو والكولم بعد ما احط بلس ماينس بلس
يبقى انا هقول نيجاتيف 4 ماينس كي ال، وهو عايز كي ال. انا ممكن هنا بقى ايه ما كملش خالص يعني. ليه بقى؟ لان انا هساوي دي بالزيرو، يبقى نيجاتيف 4 ماينس كي ال ايكوال 0، يبقى نيجاتيف كي ال ايكوال 4، يبقى الكي ال ايكوال نيجاتيف 4، يبقى الاجابه بتاعتي سي. سؤال نمبر 15، ديترمينانت. ديترمينانت الرو 111، يبقى اسرع طريقه ان انا اجيب بيها الزيروهات اوصل لتراينجلر ديترمينانت. هنا ال 111 رو، يبقى انا اجيب الزيروهات بالكولم 1 رو، يبقى اكتب نيجاتيف كولم 1 بلس كولم 2، نيجاتيف كولم 1 بلس كولم 3. هقوم جاي رايح للليفت هاند سايد ايكوال، لو سمحت مين اللي هيثبت؟ الكولم الاولاني 1 اكس اكس سكوير، مين اللي هيتغير؟ الكولم الثاني والثالث 1 ماينس 1 ب 0، 1 ماينس 1 ب 0 نيجاتيف وضيف، يبقى 1 ماينس اكس نيجاتيف وضيف، يبقى زد ماينس اكس نيجاتيف وضيف، واي باور 2 ماينس اكس باور 2 نيجاتيف وضيف، زد باور 2 ماينس اكس باور 2. انا ملاحظ ان في هنا هايس كومن فاكتور، هيبقوا 2 براكتس من اللي هو عايزهم في الريكواير بتاعه. اخدهم هايس كومن فاكتور بس اطلعهم الاول، 1 اكس اكس سكويرد 0، واي ماينس اكس y minus x y plus x 0 z minus x z minus x z plus x. common factor ظهر اهو وظهر هنا، يبقى انا هاخد من هنا y minus x وهنا z minus x، هيتفضل عندي خدت من هنا y minus x وخدت من هنا z minus x، يبقى 1x x squared 0 1 y plus x 0 1 z plus x. فاضل لي حاجة بسيطة ان انا اجيب هنا 0، او ممكن عشان الزيروهين جنب بعض افك بال1، يبقى دي في دي ماينس دي في دي. نجيب الزيرو التالت او نفك مفيش مشكلة، هقول كولم 2 في نيجاتيف وبلص عليه كولم 3، يبقى ايكوال y minus x في z minus x. الكولم التالت هو اللي هيتغير، هسيب الاول والتاني زي ما هو، نيجاتيف وضيف بزيرو نيجاتيف وضيف بزيرو نيجاتيف وضيف، يبقى زد ماينس واي. كده بقى عندي تريانجلر ديترمينانت، يبقى الاجابه في الاخر هتبقى هي اللي هو عايزه، زد ماينس واي في زد ماينس اكس في واي ماينس اكس. لكن هلاقي الاكس ماينس واي هو عايز هنا، يبقى انا هاخد دي كومون فاكتور وعدلها، يعني انا هقول اكس ماينس واي واخد نيجاتيف 1 بار، عايز الواي ماينس زد زد ماينس واي هاخد نيجاتيف 1 منها واكتب هنا واي ماينس زد. الزد ماينس اكس سليمه، يبقى زد ماينس اكس سليمه، يبقى النيجاتيف هتضيع النيجاتيف ويتبقى اللي هو عايزه فوق، يبقى هنا اتفضل اكس ماينس واي واي ماينس زد وزد ماينس X. ننتقل هننتقل للسؤال نمبر 16. السؤال نمبر 16 بيقول لحضراتكم ان احنا عندنا بروف ذات ان اللاينز اللي قدامي دي، التو ستريت لاينز اللي قدامي دول مالهم بقى. بيقول اثبت لي ان هما الاثنين اورثوجونال. كلمه اورثوجونال هي كلمه بيربنديكولار، هي كلمه انترسكت ان رايت انجل، وبعد كده سكيو. لا احنا هنطلع مباشرة من التو ستريت لاين ان الدي 1 ايكوال تو نيجاتيف 1 1، والدي 2 ايكوال نيجاتيف 2 و 7 و 11. عشان اثبت ان هما بيربنديكولار يبقى انا هقول الدي 1 دوت الدي 2 بكام يا فندم؟ دوت يبقى نيجاتيف 4 ماينس 7 بلس 11 ايكوال 0، يبقى زين ال1 اورثوجونال مع ال2، وده البروف الاولاني. طب البروف الثاني هجيبه ازاي؟ البروف الثاني كان عباره عن اثبات للسكيو او الانترسكت. الاثنين كانت البدايه واحد معاهم، بس في الاخر الزد لو طلعت قد الزد يبقى انترسكت، هون عايز السكيو يبقى الزد مش هتبقى قد الزد. ناخد الستبس بتاعتنا ونمشي بالترتيب.
يعني كنا بنجيب البارامتريك هنا وهنا. يعني انا هقول الاكس في اللاين الاولاني ايكوال 1 بلس 2 تي 1، والواي ايكوال 2 ماينس تي 1، والزد ايكوال 4 بلس تي 1. طيب اروح اجيب اكس داش، واروح اجيب واي داش، واروح اجيب زد داش من التاني، يبقى 1 ماينس 2 تي 2، 1 بلس 7 تي 2، 1 بلس 11 تي 2. بعد ما جبت البارامترك هنا وهنا هعمل let الاكس ايكوال اكس داش، وهعمل let كمان الواي ايكوال واي داش. عشان اعمل تو ايكويشنز احلهم مع بعض اجيب التي 1 والتي 2 اللي هختبر بيهم الزد قد الزد ولا لا. هساوي ببعض هنا، يبقى 1 بلس 2 تي 1 ايكوال 1 ماينس 2 تي 2. يلا 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 يلا، يبقى تي 1 ايكوال نيجاتيف تي 2. في الليت التاني واي مع واي، يبقى 2 ماينس تي 1 ايكوال 1 بلس 7 تي 2. احسن لي ان انا اشيل التي 1 واحط نيجاتيف تي 2، يعني يبقى 2 بلس تي 2 ايكوال 1 بلس 7 تي 2. هات ال 1 هنا يبقى 1 ايكوال، ودي التي 2 هناك يبقى 6 تي 2. يبقى then التي 2 ايكوال 1 اوفر كام؟ 6. يبقى تي 1 ايكوال نيجاتيف 1 اوفر 6. طيب هاخد التي والتي احطها فين؟ في الزد والزد. يبقى then since ان تي 1 ايكوال نيجاتيف 1 اوفر 6، يبقى الزد ايكوال هنحط نيجاتيف 1 اوفر 6 في الزد بتاعتنا هنا. يبقى انا حاجة هنا اقول يا فندم، هقول الزد هتبقى عبارة عن 4 ماينس 1 اوفر 6. هقول سينس ان التي 2 تطلع بكام؟ ب 1 اوفر 6. يبقى زين الزد داش هقول هنا 1 بلس 11 اوفر 6. طبعا الزد doesn't equal الزد داش، يبقى اذا اللاينين دول بقى ايه؟ سكيو لبعض. طيب هننتقل بعد كده للسؤال نمبر 17. السؤال ده جميل جدا، بيقول لحضراتكم لو عندي هنا الزد ايكوال اكس بلس اي واي، الريال نمبر بتاع العدد اي باور زد بكام؟ حضراتكم عارفين طبعا ان سينس ان الزد ايكوال اكس بلس اي واي، يبقى then ال e power z equal e power x plus i y. وتعودنا برضو ان power compound لا، power negative لا، فده هيتجزأ، يبقى e to the power x في e to the power i y. طيب يبقى ده real. هنا اقدر احول العدد ال e ده الى كوزين y في صورة exponential plus i sin y. ده معناه ان انا لو دخلت دي مع بعض هيبقى ده real part، لو دخلت ده مع ده هيبقى ال imaginary part. هو عايز مين يا فندم؟ عايز ال real. يبقى then real part equal مين بقى؟ e to the power x cosine y. يبقى الاختيار بتاعي هو الاختيار A. طيب هننتقل بعد كده للمسألة اللي بعديها، سؤال نمبر 18. سؤال نمبر 18 هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي find the different forms للإيكويشن بتاعت البلين passing through the points اللي موجود عندي A و B و C. طبعا احنا عارفين كويس جدا ان احنا عشان نجيب البلين محتاج بوينت ونورمال، والنورمال هنا في الحالة دي عندي 3 بوينت هكون منها 2 دايركشن A B و A C وادخلهم جوه الديترمينال. ناخدهم بالترتيب، هقول ال A B اللي هي B minus A، يعني ال A B vector B minus A يبقى دي تدي كام؟ negative 3 و 4 و 4. طيب هجيب ال A C تبقى C minus A، C minus A يبقى 1
و1 و2، يبقى 1 1 و2. عايز اجيب النورمال عشان اجهز المسألة. يبقى النورمال هو عبارة عن ال AB في ال AC. هفتح الديترمينانت واحط I و G و K، بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. ال AB عندنا نيجاتيف 3 و4 و4، ال AC عندنا 1 1 2. يبقى لما افك بالاي هشيل دي، يبقى كده 8 وال4 تبقى 4، 8 ماينس 4 ب 4. حاجة عند النيجاتيف هنا، يبقى هي كده نيجاتيف 6 ماينس 4 بنيجاتيف 10، يبقى كده بوزيتيف 10. حاجة للكي هقول نيجاتيف 3 ماينس 4 بنيجاتيف. عندي نورمال وعندي اول بوينت هشتغل بيها، يبقى then n دوت r equal n دوت a. يبقى انا عندي هنا 4 و 10 نيجاتيف 7 دوت ال r، اكتبها زي ما هي equal n 4 10 نيجاتيف 7 دوت ال a. ال a اللي هي اول بوينت اللي هي 2 ونيجاتيف 1 وزيرو. هنكمل بقية المسألة، حاول الفور في التو والتن في نيجاتيف وان والسبن، هتطلع معايا في النهاية ماينس تو. يبقى هنا فور وتن ونيجاتيف سبن دوت ار. يبقى دي معايا ايه يا فندم؟ فيكتور فورم. طيب عايزين نجيب بالمرة ستاندرد فورم والجنرال فورم بالنسبة للبلين. طبعا انا كنت باخد الدايركشن بتاعي اللي هو النورمال، باخد الفور واخد معاها الاكس ماينس البوينت بتاعتي 2، بعد كده بلس 10 واخد الواي ماينس ماينس 1، بعد كده نيجاتيف 7 بقول زد ماينس الزيرو ايكوال زيرو. دي اسمها ايه يا فندم؟ دي اسمها ستاندرد. يبقى ستاندرد فور موجوده معايا. طب انا لو حبيت اجيب الجنرال فورم هعمل ايه؟ هضطر افك الموضوع ده كله، هقول يبقى هنا 4x بلس 10y نيجاتيف 7 زد، هجمع الارقام دي هتدي معايا 2 ايكوال 0. يبقى دي اسمها ايه يا فندم؟ جنرال فورم. جميل، ده السؤال نمبر 18. يتبقى عندنا آخر سؤال في الامتحان اللي هو سؤال 19، ألا وهو شو ذا سيستم كذا وكذا وكذا لازم فاينايت نمبر اوف سوليوشنز. طبعا احنا عارفين كويس جدا عشان اجيب النمبر اوف سوليوشنز نحتاج حاجة واحدة بس. ايه هي؟ نحتاج ان يكون الرانك بتاع الاي ورانك الاي ستار، وطبعا هنا زيروهات يكفي رانك الاي بس، يطلع smaller than 3. تعال نجيبها الاول حاجة كده. هقوم جاي قايل ايه بقى؟ هقوم جاي قايل ال A اللي هي الماتريكس 3 2 نيجاتيف 1 1 3 و 2 4 و 5 و 1. لو حبيت اجيب لها ديترمنت ال A هقوم جاي كاتب هنا 3 2 نيجاتيف 1 1 3 2 4 5 1 بلس ماينس بلس. يبقى هنا 3 3 ماينس 10 نيجاتيف 7 ماينس، شيل ده وده، يبقى 2 ماينس يبقى بلس 5، بعد كده بلس 4، يلا يلا يبقى 4 ماينس ماينس 3 يبقى 7، 3 مع 7 و 2 يبقى كلها تدي كام؟ 0. لما الديترمنت تبقى ب 0 يبقى الرانك بتاع الـ A ماله بقى؟ يبقى smaller than للسري. هجرب كو ديترمينانت. كو ديترمينانت اخد محايدة صغيرة كده، خد مثلا يعني كده 3 و 2 1 و 3 اهي 3 و 2 1 و 3 بكام دي؟ 9 minus 2 تدي 7، يعني doesn't equal 0. يبقى احنا اقرينا كده ان الرانك بتاع الماتريكس A equal كام؟ 2. وسنس ان الماتريكس ايكوال 2 هي نازلو سوليوشن، يبقى احنا كده اقررنا ان السيستم has infinite
سوليوشن. عايز الايكويجن بتاعتهم، عايز الايكويجن بتاعته. طيب احنا كنا بناخدهم بقى بره خالص ونبدأ نشتغلهم واحدة واحدة. هاخد التلاتة ايكويجنز عندي، هي اللي فوق كانت 3 اكس بلس واي بلس 4 زد ايكوال 0، وكانت التانية 2 اكس بلس 3 واي بلس 5 زد ايكوال 0، وكانت التالتة نيجاتيف اكس بلس 2 واي بلس زد ايكوال 0. احاول اخد اتنين مع بعض واحلهم، واللي يطلع اخليه ان ترمز اوف اي رمز عام ايه اللي مثلا. طيب هاخد في المسألة دلوقتي، هاخد مثلا الايكويشن نمبر ادي 1 ودي 2 ودي كام 3، هتايمز دي في 2. ليه بقى؟ عشان لما تايمز هنا في 2 هضيعها مع 2 اللي هنا، يبقى انا هقول الايكويشن دي نيجاتيف 2x بلس 4y بلس 2z equal 0، ودي الايكويشن الجديدة اللي نتجت من التايمز. هاخد 2 4 from 2، دي هتضيع مع دي، يبقى 7y بلس 7z equal 0، يبقى ال y equal negative z. هنا بقى هقول من عندي let ال z ب L، ده معناه يبقى ال y بإيه بقى؟ negative L. أنا طبعا هاخد ال y وال z أعوض في الإيكويجن اللي ملمستهاش خالص، اللي هي نمبر كام؟ نمبر 1. هروح للإيكويجن نمبر 1 وهشتغل فيها، أقول له هي بتقول إيه؟ هي بتقول 3x بلس y بلس 4z equal 0. 3x انا عايزها، ال y يبقى نيجاتيف l، 4z يبقى 4l equal 0، يبقى 3x بلس 3l equal 0، يبقى ال x بكام؟ بنيجاتيف l. يبقى solution set بتاعنا او ال equation in general هي ال x بكام؟ نيجاتيف l، وال y نيجاتيف l، وال z بكام؟ ال. طبعا لو طالب طلعها ال و ال ونيجاتيف ال برضو صح، وكده يبقى ده اخر سؤال ان شاء الله معانا في الامتحان التاني في النماذج الاستشارية بتاعة الوزارة 2020 للصف الثالث الثانوي لغات. وألقاكم على خير في الستاتيكس والداينامكس، وما تنسوش تشتركوا معانا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.